السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع اسمه اونلي اوفيس. الموقع ده هو عبارة عن إدارة للمشروع بتاعك كاملا. هتلاقي فيه تقارير، هتلاقي فيه حاجات خاصة بالدوكومنتس وهكذا. خلينا نبدأ نقول له عايزين بروجكتس، فبيقول إن أنت عندك تاسكات، عندك مايلستون، عندك دوكومنتس، عندك دسكشنز، عندك ريبورت. تقدر تشتغل على الوورد والإكسل والباوربوينت، كل ده أونلاين. فبتقول ستارت نيو بروجكت، فبيقول لك سمي المشروع بتاعك وليكن مثلا اكس 5. البروجكت مانجر هيبقى مين؟ تبدأ مثلا انا دلوقتي، وبعد كده تقول له سيف. كل مشروع بيبقى فيه تاسكات، فتبدأ تضيف تاسك معين وليكن مثلا هيلب مثلا او تعيين الاخرين او الستارت ديت بتاعك، الديو ديت، البريوريتي ممكن تخليه هاي مثلا، سيف. فبقى عندك هو تاسك المايلستون، يعني حاجة أساسية في الجدول الزمني بتاعك، واي مثلا، الديسكشن طبعا لازم يكون معاك فريق عشان تعملوا ديسكشن مع بعض. طبعا هتضيف أكتر من شخص، يعني طبعا مش هينفع واحد بس هيبقى معاك فريق، لازم أكتر من شخص. تقدر تضيف اكتر من ملف، ممكن تعمل نيو فايل او ابلود فايل او تعمل اتاشمنت. لو انت رفعت ملفات على البروجكت دوكمنت قبل كده ممكن تقول له كرييت دوكمنت، تقول له سيف. هيبدا يفتح لك الملف الجديد اللي انت اخترته. تقدر تشتغل اونلاين انت واكتر من شخص على نفس الملف في نفس الوقت، تقدروا تعملوا كولابريشن مع بعض. نقول له سيف للملف دوت. ده المايلستون ديسكشن، الجانت شارت اللي فيها العمليات بتاعة المشروع، بيقول لك اختار المشروع. فهاجي هنا هقول له انا عايز المشروع دوت، هو بيبدأ يجيب لك الحاجات اللي المفروض انها تتعمل. تقدر تضيف أكتر من حاجة بالتواريخ بتاعتها، دي الحاجات الخاصة بالمشروع وهكذا. تقدر تعمل كريت لتاسك معينة، هتقول له مثلا ديت من التاريخ دوت للتاريخ دوت واسمها كذا. والمشروع هو اللي هو الاكس. فهنا هنا تقدر تتحكم في الجدول الزمني، وهنا عندك السي ار ام، مانج ريليشن شيب ويز كاستمر. هتقدر تعمل متابعة مع العملاء، تقدر تشوف الفواتير، تقدر تشوف المبيعات، تقدر يبقى عندك الكونتاكت تقدر تتحكم فيهم وهكذا. تقدر تضيف الناس وتتابع المبيعات. فهو مش مجرد اونلي اوفيس، لا هو عبارة عن إدارة للمشروع بتاعك.